قليلون أولئك الذين دخلوا محراب كرة القدم وخرجوا منها ببصمة كبيرة، ولا نعرف قدر هذه البصمة إلا عند ذكر الاسم. ومن بين هذه الأسماء أسامة عرابي. أسامة عرابي، عرابي، عرابي في المباراة رقم 380. والكرة حلوة لأسامة وملعوبة وعدى أسامة، والكرة فاضي، والكرة فاضي، وحط الكرة جوه الجول. نجم كبير سطع لما يقرب من 20 عاما في سماء النادي الأهلي. كان نعم اللاعب ونعم الأخلاق، فلو أحصينا عدد اللاعبين المتميزين بأخلاقهم في الكرة المصرية سيكون من أبرزهم أسامة عرابي. ولو بحثنا عن اللاعبين الذين أحبهم كل مدرب عمل معهم سيكون من بينهم أسامة عرابي. عرابي كانوا يطلقون عليه الجندي المجهول من كثرة ما هو معلوم، فدوره في الملعب كان لا غنى عنه. فمنذ أن دفع به الراحل محمود الجهري لم يستغني عنه أي مدرب تولى تدريب الأهلي. وعبر مسيرته الطويلة سطر لنا تاريخا مشرفا، بطولات وإنجازات وانتصارات، وكتاب مليء بصفحات الأخلاق الحميدة. أسامة عرابي نجم لم نسمع منه يوما تصريحا خارجا ولا هجوما على أحد أو تطاولا في أي موقف. ببساطة كان لاعبا بلا صوت، كان يعمل ولا يتكلم، وظل يقاتل من أجل الأهلي حتى أدى رسالته لاعبا ومدربا. أسامة عرابي واحد من الأسماء العظيمة في كرة القدم، واحد من جيل 90 التاريخي. الزعيم عرابي أحد جنود كتيبة الأهلي التي تميز بالروح العالية والحماس الكبير. سيحل ضيفا الليلة على برنامج المجري. أهلا بك كابتن أسامة مع الكابتن مصطفى عبدو. وملعوبة وعدى أسامة، والكرة فاضي، والكرة فاضي، وحط الكرة جوه الجول.